السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن حق الحاكم على الرعية وحق الرعية على الحاكم، وكل دلائل من كتاب الله ورسوله. وبدي بلشها على السريع، وإن شاء الله كل واحد بيعرف شو الحق اللي له وشو الحق اللي عليه. قال تعالى بسورة النساء 59، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا القول على الرعية طاعة إيش؟ الحاكم، لأنه يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. يعني الحاكم برده إيش؟ إلى الله وإلى الرسول، بقول عنده علم في الدين، بيستنبط الأحكام، وبقول لك شو الحق اللي عليك مشان يحل إيش التنازع اللي بيناتكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. طيب، يعني في طاعة. هسه سورة العنكبوت 8: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني الله وصانا سبحانه وتعالى بالوالدين حسنا، نعمل بالإحسان، وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأكثر واحد أولى بالطاعة بعد الله ورسوله الوالدين. ليش؟ لأنهم هم اللي تعبوا عليك أكثر من أي مخلوق. ما في واحد حتى الحاكم نفسه ما تعب عليك زي ما تعب عليك والديك. فإذا أنت مأمور أن لا تطع أباك وأمك إذا أجاهداك أن تشرك بالله ما ليس به علم. بس إيش؟ يقول لك أنهم يرجعوهم مرجعكم فأنبكم وقد تعملون. يعني بس ما بتعاديهم بصاحبهم في الدنيا معروفة. أستعب ليش على سورة الأنفال أي 41. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني ما بنغنموا كرعية. واحد قالوا غنيمة كنز حق الراعي الخمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مش موجود، فإيش بأخذ مكان، حاشا أن واحد يأخذ مكان الرسول، بس إيش ولي الأمر يكون هو إيش القائم والمؤمن على إيش حق الرسول صلى الله عليه وسلم وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في بيت مال المسلمين 20%. بقول لك إيش؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة النساء آية 58. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يعني الله سبحانه وتعالى بأمر الحاكم والمحكوم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس هذا المسؤولين أن تحكموا بالعدل. يا كيف تحكم بالعدل؟ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العدل. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة البقرة 188. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل بين الناس ومشان يعطوها للحكام، بلبس واحد قضية إنه هذا مخرب، هذا إرهابي، هذا خاين، هذا مجرم، مشان إيش يعطوا المال والأرض والدنيا كلها للحاكم، مشان إيش هم بوكلوا والحكام بوكلوا. شو بقول لك؟ هذا لتأكلوا فرقة من أموال الناس بالإثم، هذا اسمه الإثم وأنتم تعلمون. هسه سورة التوبة 34. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا القول للأحبار والرهبان، الأحبار بني إسرائيل ورهبان النصارى، بخلوا أموال الناس بالباطل، وسأحكي لكم كيف بخلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا الكلام مش بس للنصارى اليهود، لكل الناس، الحكام والوزراء والمدراء والضباط الكبار، ما بيحق لهم يكنزوا الذهب والفضة وما بيدفعوا زكاتها ولا بينفقوا، هذول هم ايش؟ الله ببشرهم بعذاب العليم. سورة النساء 161، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هسا نوع من أنواع أكل الناس بالباطل أخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذا بقول الناس إيش؟ لبني إسرائيل وللنصارى؟ لا حبيبي، هسا وجب دليل لهذا القول غير منسوخ للجميع. سورة الروم آية 39، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريد وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني الله راح يضعفهم أجرهم مرتين، يعني ما بصير الربا مشان تخلوا أموال الناس بالباطل. أستع شوفوا الحاكم سورة الصاد 26، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يعني أي واحد يكون سلطان أو حاكم في الأرض لازم يحكم بين الناس بالحق وما يتبع إيش؟ الهوى، هو نفسه، لأن الهوى إذا اتبع هوى فيضلك عن سبيل الله، وإن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذولا والله ما بعرفوا الله ولا بتذكر يوم الآخر ويوم الحساب، لأنه نسوا فقروا حالهم مخلدين مش رايحين يموتوا. احذروا يا حكام أمة العرب والمسلمين. سورة القصص آية 83، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الدار الآخرة، الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني إيش الدار الآخرة اللي هي الجنة؟ الله بيجعلها سبحانه وتعالى للذين لا يريدون أن يعلوا علوا في الأرض، يعلوا في الحياة الدنيا ولا بفسدوا في الأرض، والعاقبة للمتقين. اتقوا الله والعاقبة لكم، أما اللي ما بتق الله يا ويله. سورة يونس آية 83، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه للمسرفين. الساعة لما قلت لكم تلك الدار والآخرة نجعل الذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، يعني الجنة بتكون الدار الآخرة والجنة بس للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا. بدي أجيب لكم مثل من اللي بدهم علوهم في الأرض، من هم؟ بقول لك: فما آمن لموسى لذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض، هذا إيش بده يريد علوهم في الأرض وأنهم من المسرفين. طيب سورة المؤمنون 46، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. يعني فرعون لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، بحبوا العلو في الحياة الدنيا. سورة القصص 4، قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا اللي بيحب علوهم في الحياة الدنيا، قصور وبليارات وملايين ومليارات في البنوك. أنا عمي ما بقصد إنسان من ذات حاله، أنا بقصد الجميع. ما بصير يعني الواحد في الأرض أعطوا كل ذي حق حقه، ولا تكونوا زي فرعون تعالوا في الأرض تتجبروا وتقول أنا ربكم الأعلى، اللي بخالفكم بتحطوه في السجن. لو بكلمة صغيرة خوفتوا الناس يحكوا كلمة الحق. اتقوا الله في أنفسكم إن كنتم إيش تريدون أن يرحمكم الله يوم القيامة. طب شوفوا أنتوا في سورة القصص من 76
83 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال ما قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في سينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم إن ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة تنصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني الوزراء اللي بيصرفوا والأمراء اللي بنهبوا والحكام اللي بوكلوا أموال الناس هذول بدهم يكونوا لهم علوة في هذه الدنيا، اشتروا الدنيا بالآخرة ونسيهم الحساب. إخواني بالله أنا بقول للجميع كل واحد مسؤول إن كان مدير في الشركة أو مسؤول عن الطلاب في مدرسة أو ضابط في الجيش أو حاكم أو وزير أو مدير بلدية أو بسموه عمدة أو مختار أو نائب عام أو اللي هو، اتقوا الله ولا تنهبوا أموال الناس واتقوا الدنيا راح تغنيكم على الآخر. في ناس ميتين من الجوع وأنتم ميتين من الشبع. سورة البقرة آية 258 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. واحد ملك حاكم جاء سيدنا إبراهيم بقول له رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، حط حاله رب وهو عاجز عن يفعل أي شيء كلها إرادة رب العالمين. فعاشرنا تلاقي واحد نهب البلد وزير ولا رئيس وزراء ولا مدير عام ولا نائب بلدية ولا رئيس بلدية سرق له 50-60-100 مليون دولار بكون بالسجن بقول لك إيش عفو وطلعوا. بيجي إمام أو شيخ أو رجل دين بقول لهم حرام اللي بيسووا لا يجوز ذلك اعدموه أنا ربكم الأعلى أنا أحيي وأميت صار القرار الموت والحياة بأيديهم بفكروا بعرفوا شو راح يتحاسبوا حساب عسير مش بس على أنفسهم على الناس اللي ظلموهم وأكلوا أموالهم وحقوقهم. ياما في ناس مش لاقين يعالجوا أمهاتهم أو أبنائهم أو أنفسهم وفي ناس مش قادرين يتجوزوا وفي ناس بدهم يتعلموا مش قادرين يتعلموا وفي ناس ما عندهم مش بيت يسكنوا فيه مرميين في الشوارع في ناس مظلومين خير الله في ناس بتنام ميتة من الجوع بثلاث أربع أيام ما يلاقوا جوع نقمة واحدة يأكلوها وتصوروا أنتوا قديش في الصومال وغيره وغيرات وناس بيموتوا من الجوع قدام عيونهم وأمي بيسوي العزائم بالملايين وإيش بيسوي لك حفلات ومنتدى السينما وأفلام وبطولات كأس العالم وغيره وغيراته. شو بده يسوي لكم؟ بدخلكم الجنة يا أخوان؟ بدأنا تطلعوا الفقراء والمساكين المظلومين في العصر هذا. بيجي الشيخ بقول حرام اللي بيسووه لا يجوز قتل المسلمين لا يجوز كذا بقول له حطوه اعدموه احبسوه على الإرهاب اقتلوه خارج عن الدولة. وين الدين عندكم؟ هاي القرآن بحكيكم القرآن مش من عندي أنا. كلنا ميتين اتقوا الله يا حكام يا مسؤولين
لأنه هذا حق الراعي على رعيته. مش بيجي واحد مش لاقي شقفة الخبز بسرق بده يطعم ولاده، بأخذ له 5,000 دولار ولا أبصر إيش، بحطه في السجن على 7-8 سنوات وما بطلعوه، بأخذ الجواز منه وبصير إرهابي وعليه غرامة ولازم أسدها وسد الفوائد اللي عليها. أما اللي بسرق 100 مليون و200 مليون و500 مليون والله أعلم قديش ومنها بالبلد، بقول يمكن 2-3 شهور بالسجن، بس إيش السجن يكون 7 نجوم، الضباط بهزون ذنب والحراس بهزون ذنب وتلفزيونات 50 إنش و60 إنش قدامه في السجن تبعته في الزنزانة تبعته، وتخت يمكن حقه مش عارف 20,000، وثلاجات وغسالات ونسوان بتخش عليه. أما المسكين لأنه بده يعالج أمه أو في عنده مرض أو كذا، الله عليه يرده حطوه في السجن خليه يخمج. واحد بحكي له مثل حق وانت ما بتخافوا الله بالمرة، قديش المسلمين دعوكوا وإسلاما ومحمدا لا حياة إلا من تنادي، يا ويلكم من الله سبحانه وتعالى. أنا بتمنى لكم الهداية وبطلب منكم، لسه الفرصة موجودة والله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم، هو الغفور الرحيم. مهما كان ذنبك يا حاكم لسه في لك وقت ترجع، اتق الله قبل ما إيش توصل الغرغرة وتصير تقول يا رب ربي أرجعون وما بترجع. لا بفيدك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استغفر الله العظيم. كل هالأموال اللي عندنا في ناس ميتين من الجوع، ولكوا بهينوا الإسلام وتطاولوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في فرنسا ومنعوا النساء الحجاب، ممنوع جريمة، وبعاملوا معاملة الكلاب، ولا واحد منكم يا الحكام فتح ثم بكلمة، مع أنه ما بنقولكم حاربوهم، طروا السفارات، السفارة انقلعوا من البلاد. أقول لهم انتوا مش تجوا تجيونا في بلادنا لابسين شرطات ما بنمنعكم، عراء تزنوا تشربوا الخمر في بلادنا ما بنمنعكم، اما احنا اللي بنرضي رب العالمين ونتبع اياته بتبهدلونا في بلادكم. هل هذا الدين الاسلامي يا اخوان؟ لو ان حكام بخافوا الله كان على السريع بسكروا السفارات وبطردوا السفراء وبلغوا التعامل الاقتصادي وبمنع البترول عنها لفرنسا. والله غير ساركوزي وغيره وغيراته يسجدوا لأجليكم، يقولوا يا عمي خلاص كل شيء ولا زعلكم.